في أول زيارة لوزارة حكومة الكاظم وصل مدينة الناصرية وزير التربية بعد دعوة رئيس الوزراء للوزراء بزيارة المحافظة تباعاً لحل مشاكلها العالقة منذ سنين. الاجتماع تقرر فيه فتح ملفات المحاضرين والمدارس ذات الدوام الثلاثي ونقص الكوادر التدريسية. تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء الأستاذ مصطفى الكاظمي لجميع أعضاء الحكومة الحالية بتحقيق زيارات ميدانية مباشرة إلى جميع المحافظات وممارسة أعمالهم ومهامهم من هذه المواقع الوظيفية الإدارية، ومحافظة ذي قار بشكل خاص لمعالجة بعض ما تعانيه من إشكاليات هذه المحافظة. تمت هذه الزيارة اليوم بوقت مبكر إلى هذه المدينة. 20 مدرسة قريبة سترى النور وهي من ضمن مبادرات خلية الأزمة، هذا ما كشفه وزير التربية، فيما أضاف الأخير توجه الكاظمي رئيس الوزراء بإنهاء ملف المدارس الغير مكتملة في ذي قار لسد النقص الحاصل فيها. باشرت الملاكات الهندسية في وزارة التربية والملاكات الهندسية في محافظة ذي قار المختصة في مجال الأبنية المدرسية، وتم إنجاز عدد كبير من المدارس تم استلامها، وخلال الأيام القادمة إن شاء الله سيتم إنجاز وفتح 20 مدرسة أيضا جديدة لتوفير بنى تحتية متكاملة لتلاميذ وطلبة أبناء هذه المحافظة. واليوم في ضيافتنا معالي وزير التربية اللي وصل بوقت مبكر والتقى بمسؤولي التربية في المحافظة، ومن بعدها حقق لقاء مع ممثلي التظاهرات اللي تخص التربية. وتنتظر ذي قار وزراء يصلون إليها تباعا تلبية لدعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي. لقناة التغيير إيهاب الخفاجي، الناصرية.